حفار بنفس الوقت، بشتغل مختص في الطباعة الحجرية. هاي الدورة الثانية المشاركين فيها بمهرجان أصيلة الدولي، والعام الماضي كلفونا بإنشاء قسم الطباعة الحجرية اللي هو ما كان موجود هون، يعني بورشات أو بمشغل أصيلة للحفر. طبعا هاي التقنية أول مرة تدخل لأصيلة في هذه السنة، مع الصديق والحفار المغربي يوسف. والآن هي طباعة طبعا مكتشفة من تقريبا عمرها 200 سنة، من أواخر القرن 16 بداية القرن 17 في ألمانيا، وهي عبارة عن أحجار كلسية بتحب الدهون، ونرسم عليها كأنك ترسم بالدهون، طبعا نرسم عليها كأنك ترسم على ورق أو على قماش أو على أي مادة ثانية. وهذا الحجر عنده ذاكرة، بيشرب الدهون، بيحب الدهون بيشربها. وبعدين الطريقة هي عبارة عن الماء والدسم، الماء والدسم ما بيلتقوا، يعني ما بيحبوا بعض. فإحنا كل حتى الأحبار اللي نحبر فيها هي أحبار دسمة، فدسم مع دسم بياخذ يعني الحبر. ولذا وبعدين نشتغل، إذا بتشتغل باللون كل لون هو طبع يعني. فالأول أنت بتشتغل مثلا بتروح من الألوان الفاتحة للألوان الغامقة، ممكن نطبع الأول شيء الأصفر ونحضره، بعدين نخلص من الأصفر بينتقل نفس الورق، هو يكون نفس الورق ولكن تتغير الحجر يعني بهالطريقة هاي. فتجي كل الألوان فوق بعضها لحتى تنجز العمل بكامله يعني. هاي الطباعة الملونة، إذا كان بدك أبيض وأسود فقط فممكن فقط تطبع الأبيض والأسود، مثل ما الآن شرفت وصورت قبل هالشيء. في عندنا لونين، كان اللون الأورنج اللي هو البرتقالي، والآن عم نطبع اللون الأسود فوقه. ممكن بعدين بيجي اللون الأزرق، الأصفر، البنفسجي، لحتى ننهي العمل يعني بشكل كامل. العمل الآن موجود أمامكم هون بالكاميرا، طبعا نفذته هون بالمهرجان. وكونه القطط حسب ما شاهدتها بأصيلة كثيرة في كل زاوية، في كل شارع، في كل نافذة، في عندهم هنا مجمع للقطط يعني في أصيلة. فاستخدمت كونه نفس الشيء المرأة، المرأة الأصيلية، فاستخدمت كونه في قرب بين المرأة والقطة يعني، حتى بالإحساس، باللمس، بالشعور، فاستخدمت هذا القطة كعمل بالعمل التشكيلي اللي أنجزه الآن حاليا يعني. وكونه القطة هو حيوان أليف وجميل يعني بنفس الوقت لطيف، فركزت على هاي النقطة يعني لأجمع بين المرأة الأصيلية وبين القطة يعني. هذا هو العمل يعني.